كون عرفتها وين راها ساكنه يا غيلا نخلي لباباها ديوان. السلام عليكم شيخ علال ولد وجده، تاريخ وجده، غادي نهدي لكم واحد الحكايه، تراث وجده، الحلقه ساحه باب سيدي عبد الوهاب. هذه البلاصه ما عطاها لنا لا والي ولا باشا ولا قايد، عطاها لنا الملك. ها هي فينا كيما راك تشوف هذه الباتشه ودار ليها البنتوره، راه حنا معلمين هذا ليها البنتوره، يعني لا كريمه ما نخدم فيها نصور شريك ديال الخبز. وكنهدي هذا الفيديو تحياتي للجمهور اللي راهم داخلين الوطن وخارجين الوطن، المغاربه اللي فين ما مشاو يخليو واحد البصمه صحيحه. وراك عاد غادي راح نضحكوا شويه. هذا واحد خينا جمع كان سارح على عمو، ايوا ضحك وشوف الكريم، بغي شوف الكريم كي راه ساري، سارح على عمو، عمو عنده الغنم، عنده البقري، عنده السوايل، ولكن ماشي رزقو، رزق بواه، الولد من اللي مات بواه، الغالو عمو، يا ولد خويا، نعم، قال له غادي انت نعطيك 14 خروف في العام، وربعة نتاع الجديان، ايوا وغادي تسرح لي، واللي يبقى يلغالك بالسميه نتاعك محمد ما تكلملوش، ايوا واللي يبقى يلغالك القرعه تكلملو. وراكو عارفين الولد ما عنده لا امه لا باه، مسكين حامل، واخا اسرح العام الاول، اسرح العام الثاني، اسرح العام الثالث، اسرح العام الرابع، وكيقول واحد الكلمه اش يقول؟ الصبر ينال، بصح الباب ديال الصبر مفتوحه. واحد النهار هو يجي الملك هارون الرشيد والوزير ديالو سافر البرامكي، لابسين مرقعين مقطعين ما فيهم ما يصلح، يدوروا على الدوار يشوفوا اللي عنده، اللي لاباس عليه، اللي برزقه، اللي ما عايش، كل اللي باتوا في دار تيخلطوا على عند القرا سارح الغلب. السلام عليكم. سلام اوليدي، هاد الغلم ديالك؟ قال لهم الغلم ديال عمي. وذاك الجمال يا ولعمي، وذاك البقري يا ولعمي. اوليدي هذا عمك انسان كريم من اللي عطاه رب العالمين هذه الخيرات، عمك راجل كريم. قال له والله لا شيء في الطير على حبان تاع الزرع، انا راني في 4 سنين وانا سارح عنده، عمره ما شفته اعتقل مسكين بشخمه نتاع الماء. اخلى داري قاعد الرزق اللي عاطيه ربي وبخيل، واه وغادي نمشيو نطلبوا ضيف ربي. تطلبوا ضيف ربي الا ما جراش عليكم بعمود ولا جبد السويجه راكم ساكتين. واه جاو عند اهل الخيمه، اسمع الباخير اسمع، وامور الخيمه وضياف ربي، او خينا يطمطي السادات على السويجه او يجي خارج. قال لهم البانديه تعرفوني ندخل ضيف ربي ولا غاليوم باليمين وما تمشيو غالا يخرج من باباكم للدخان. وهارون الرشيد دار في الوزير نتاعو، قال له الكلام اللي قال لنا هذاك القرع مزيان، هذاك القرع فيه الخير، هذاك القرع باين راجل كريم، يلا نوليو عنده. شوف الكريم راه لو كان تكون عنده 100 دور تسمها مع خوه، والباخيل واخا يكون عنده البالات نتاع الفلوس جيعان جيعان. جاو مولين عند القرع، يا من درا يا وليدي عمك راه جري علينا، وراه لو كان ما هربناش كان غادي يقتلنا بالقرطاس. بالقرطاس؟ قال لهم قلت لكم اوليدي حشمناك بالله والنبي رسول الله، إذا كان باك كريم وكان باك فيه الخير جبنا لك الله، حنا ناس براويه، دير لنا واحد شويه نتاع العشاء، رحنا ناس برانيين ورحنا غير هاملين على وجه الخضره. ولأن الكرم راه من الجدود ماشي من الموجود، والقرع كي قال لهم؟ قال لهم أنا كان باكرين خبزة يقسمها مع جارو، ولكن قعدوا هنا مع الغلم، وأنا غادي نمشي نشوف عمي ربما ندير صدقة على والدي راهم تحت التراب، خلاهم مع الغلم وجا غادي. تا يخلط عند عمو، قاعد في الخيمة يسخن الكانون، هو دار فيه القرع ولد الحرام فين خليت الغلم فين؟ قال له عمي الغلم راها بمواليها غير تحنى، دير راها شراو عليك؟ لا. ضربك شي حد؟ لا. تشلاك الديب؟ لا. مالك؟ يا عمي شحال من عام راني سارح من عندك شحال؟ قال له 4 سنين. 4 سنين؟ شحال راك تعطيني من خروف؟ قال له 14 خروف وربعة نتاع الجديان والكسوة، عاد اليوم فقت من القلبة ولا كي راه صاري لك؟ عمي ماشي فقت من قلبة. قال له دير لي واحد الطبسين تاع طعام
واحد الطير نتاع الدجاج وغادي نسرح لك عام باطل. واحد الناس راهم حشموني وطلبوني ضيف ربي وحشموني بالوالدين، بغيت لي ندير صدقه على با وما راهم تحت التراب. ايه يا القراع يا ولد الحرام، عراك الكرم كيما باك. ايه روح جيب الضياف ديالك والله ما تسرح عام غير الى الى نقرضك. وهي تدور فيها المراه ديالو قالت له اسمع الرجل، ايه اعطيني واحد الخروف وغادي نعطيك واحد الديك من الدجاج. قال له روح جيب ضيافك. يوالق راه بقى مع الغلم، قال لهم مرحبا بكم غراب المغرب، دخل الغلم للزريبه، زر لهم الحلفه، دار لهم النار. راك عارف حاله العرب. المراه ديال عمه وجدت العشاء وهي تلغالو. اقرا ايه روح دي العشاء روح. الاخر الاخضر غير يخلط مع القرع، اخلط رفد الطبسي تاع الطعام وفوق الديك حطوا قدام الملك هارون الرشيد والوزير تاعو، ما عارفهمش لابسين مقطعين مخفيين. السادات مرحبا بكم، تعشوا تعشوا، هذه صدقه على ابو امه. وهارون الرشيد دار في القرع. ما القرع يا وليدي الغى على عمك يجي يتعشى معنا. عمي واقيلا انتم كمامير تاع الحبس. لي عمي قبيله جري عليكم ودرك باغي نتلغاولو. يا وليدي غير الغاله الوافي ما يحافي، والوافي ما يحافي، انتم عرقوها طعام والحب، وانا اللي غادي نسرع عام باطل في هاد العشاء ديالكم، والوافي ما يحافي. يا وليدي غير الغاله على عمك جبنا لك الله الوالدين. القرع ملي قال له جبنا لك الله الوالدين كي قال؟ يا عمي أرواح تاكل معاهم والله تاكل فيه الوجع. عمو غير خلط أخوتي وخابر سكوبا خير هاو يخلط ويبقى على الطعام. اضرب 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 يطلط على الفروش يقلع الطابق. كي قال لك سرح له ويلي سرح له صديق اللي ياكل السم. رفد القصعة ديالو ما قال لهم شي حتى تصبحوا على خير. القرعة توسد البردعة، القرعة توسد البردعة وجا ضاربها بالقدا وهو يدور في هارون الرشيد. القرا القرا ايه نوض نوض اش كاين عاود ياك لاباس، حنا عرفتنا ولا ما عرفتناش؟ صافي عرفتكم ولا ما عرفتكمش؟ طلاب نتاع الخدا واسمو تكونوا؟ لا ولدي لا، انا الملك هارون الرشيد وهذا الوزير نتاعي. والقرا يتمطى على واحد الزرواطه ايه يرقد الله يلعن والديك. الملك يطرب باليمين وما ترقد غير رقد امك شنابك تمطري. هارون الرشيد يقلع المرقعات. القرع شاف الظاهر الشريف كي قال له يا سيدي احنا متين لله، ارواح 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 ارواح. ايه كيفاش هاد العشاء اللي درته لينا؟ ايه غادي تسرح في عام باطل؟ قال له عام باطل ما كان والو. شوف ايه احنا غادي نمشيو بليل ما يشوفوناش الناس. ايه وانت الصباح عمك اذا قال لك نوض تسرح ايه قول له ما نسرحش. اذا قال لك علاش قول له اديني الملك هارون الرشيد يقطع لي راسي. ملي يجيبك عندي الغنم والبقري والزوايل كاع نردهم لك. بصح الملك ايه انا قرع قال باليمين الصباح عمي لو كان يردني هاي دورا قرعوشه لا سرحتها. هذوك مشاو بليل، المرا نتاع عمو ناضت وهي تسيب الغنم في الزريبه. القرع ايه لو تسرح الغنم نوض على شكل اهراج لك الله ينعل والديك باليمين قرعوشه ما راني سارحها. هي تولي عند راجلها لا نوضا بارد الدم لا بارد ركبي ولد خوك صغير وشمتك مالو راه ما بغاش يسرح الغنم. يا ولد ما طلع على واحد الزرواطه ويجي عنده. القرع ياك ما داو خوك ذوك الناس البارح بالهضره لا باليمين وما تنوض تسرح غير الرين رقد امك مراودك. عمي ما تضربنيش يلا ندعاو الملك هارون الرشيد يقطع لي راسي. انا ما عندي با ما عندي ما ما عندي خويا ما عندي اختي، راني ضربت انا راه باطل. عمو قال له بسم الله اركب على العود الجبالي بنت على الصوف برانيس نتاع لوبر. القرع يتمشى على رجليه النو البرد الريح والبخيل يعرف البخيل. جا عند واحد صاحبه وراك هنا قدور، قال له هربت العود ودخول صاحبي شكون اللي غادي يخرج عندك في هذا البرد. خينا هربت العود دخل كلاو شربوا. القرع خلاوه مسكين برا. هذاك مول الخيمه عنده واحد الوليد عنده 14 يوم دايره المراحل الكانون يسكن فين غادي يفلن في هذا الليل يا صاحبي. قال له ولد خويا راه جاوني شي طلابه
جيب بانديا وقالوا لي دير لنا العشاء وراني جريت عليهم ايه ونطلق راه قال لي دير لهم ترسيط عام ونسرح لك عام باطل ودرك راني درت لهم العشاء ما بغاش يسرح دير راه ها هو برا ها يا صاحبي واش حنا مسلمين ولا واش نكونوا واش الراجل غادي يموت لنا بالبرد ادخل ادخل القرع ادخل القرع ما عاقلش على روحه سيد من الناس سخن سيد من الناس سخن وليه ما يقعدش على هذاك الولد ويكبت له المرا سالها شغلها وهي تصيب القرع قاعد على الولد انا ذكرت لنا الولد الله ينعل والدي جابوه قال له هدا عمو قال له ما تضربوا ما والو يلا معانا الملك هارون رشيد انت تدخل في الولد ديالك نقرا كي قال ايواك حالك ها بوسينه مرام جايين حاشاكم تاسم واحد مطيحه له الحماره باركه له بالقطار تاع القبر اه يا جماعه رفدوا معايا الحماره راها باركه لي والغيس هذا قالوا له احنا نضيعوا في سودنا نضيعوا في سبابتنا وحنا غاديين للملك هارون رشيد ها القرع جاي يرفد معاك ها القرع رفد معاه رفد القرع قال له شوف انت قبض الحماره من الوذنين وانا نقبضها من الخراريب ونوضوها بها بالقطار ديال الجبحه علاش نطيحوا القرع مجهد يقبض الحماره من الزنطيطه ديالها وينتلها ويقطع ليها زنطيطها ونمر الحماره يسرك قال له والله منك ما راني طالق قالوا له هدا ما تضربوش يلا معنا الملك هارون رشيد انت تدخل في الحماره نتاعك شي قال لك راه بلي مين لك حالك لا اله الا الله علاش ما نشوف شي واحد الشرف نطيح معاه الموت واش الواحد الشرف الجماعه فيها 40 ميل تحته 40 طالب يقريهم الشيخ ديالهم في عمره 95 سنه واش لك راه عمل واش معاه هذاك 100 ميل بابا 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 طف وجه على هذاك الفقيه ديالهم ويقول ونوضوا ضربه وشدوا في القرع ضرب حيش يا وجه الحرام انت جن ولا عفريت ميات ما يجي مهود معاها ما سرى لك ولو جا عمه يجري قال لهم مالكم قالوا لها سيدي قتل لنا الفقيه نتاعنا قتل لكم الفقيه ودرك واش بغيتو قالوا له ما نطلقوش منه غادي نقتلوه قال لهم لا يا الطلبه لا يلا معنا الملك هارون الرشيد تانتو ما تخلصوا في الفقيه نتاعكم كي قال القرع ايواك حالك درك انا الملك قال لي غير عمك هذا مات له الولد هذا نقلع له سلطة الحمارة هذا الطلبة ايوا كي غادي ندير الله يسلكها على خير وصال ولن يمول الخير يدير الخير الواسير جعفر البرامكي راه على برا شاف القرع عطلو شل الملك هارون الرشيد يا ملك شد القرع اللي تعشينا عنده ودار لنا النار وتحلى فينا وحفظنا راه جاي ولكن ماشي ليه هو وعمو قاع السوق راه مدابس معاه قال له غير دخله مول الخير يجي يستاهل الخير جاو داخلين شكون اللي داعي شكون اللي مدعي ها وينو عمه اسيدي هذا ولد خويا ايوا ما تباه ايه ما تتباه ايه وخلاوه لعشاء ما عندوش عشاء تاع ليله ايه وراني مسرحو ب 14 خروف و 4 نتاع الشديان ايه ولن جاوني واحد الطلابه المره يقول هذا الملك هارون الرشيد ايه جاوني واحد الطلابه واحد الشفاره واحد المقطعين ايه وطلبوني ضيف ربي وراني جريت عليهم ايوا وراه نهار قال لي دير لهم ترسيط عام وطير دجاج ونسرح لك عام باطل ايه ودرت لهم ترسيط عام درت لهم طير دجاج ودرك ما بغاش يسرح وهارون الرشيد دار في القرع القرع ايه جا درت هادشي مع عمك قال له نعم الملك انا ما نكذبش كنبشر المعاصي درت حالي وعلاش ما تسرحلوش قال له ما درتش معاه يتعشى معانا هارون الرشيد بغى يشوف الشيداني عاش يكذب ولا يقول الصح قال له اجي انت تعشيت معاهم ولا لا قال له سيدي تعشيت منين قلعت من الفروس قال له قلعت الطابق كليته طابق ايه قال كان سهل ايه تحكم عليكم المحكمة ديال جلالة الملك هارون الرشيد ايه بلي القرا غادي يسرح لعمه عامين باطل قال عمو شتا القرا ما بغيت شي عام ها هي دوبلت ولكن بشرط القرا غادي يقبض السيف ويقلع لعمه الطابق يقول القرا انا حازق حازق دير ربع سنين دير
ولد خويا الله يسامح. قال له ما نسمح لكش، انا ما عنديش اللهم سارح سارح. ارى ذاك السيف اللي قلع عمه الزنب ديالو القراش اللي السيف اش بقى يقول عمو. يا ولد خويا يا كان ولد خوك انا عمك يعطيك العمى عاد تعرف بلي ولد خوك يقلع على امك السيف. قال له نعطيك الغنم لما تعيبنيش بصحتي. قال له لا نعطيك المقري. قال له لا نعطيك مالك سب نخرج غير انا والمراه ديالي وما تعيبنيش من الصحه نتاعي. قرا كذا يا ودي يا راس السيف نقلع على امك طابق انا حازق على راسي. دق على الرشيد قال له صافي يا القرا. ايه صافي انا بغينا نقلعوا لامه الطابق وصافي. هو خرج ومول الولد دخل. الفضيحه هذوك مع مول الولد اسمعوا واش غادي يصرى القصه ورحنا زايدين قدام، ولكن اللي يحب الوالدين يدير معايا يدي.